أكاديمية البحيرة. كلمة اليوم. مديرة مدرستنا المحترمة، المعلمون والمعلمات الأجلاء، زملائي وزملاتي الأعزاء، تحية طيبة عطيرة مليئة بالحب والإخلاص والنشاط والطاقة والأمل والتفاؤل نحو مستقبل أفضل. يسعدني ويسعد أسرة الإذاعة المدرسية لهذا اليوم أن نقدم لكم الإذاعة المدرسية بعنوان الابتسامة والتفاؤل. أسعد الله صباحكم بكل أمل وسعادة وتفاؤل. أصدقائي التلاميذ، إن الابتسامة هي أروع أدوات نشر التفاؤل والسعادة بين الناس، والإنسان المتفائل ينشر الطمأنينة حوله ويبث الأمل في نفوس الآخرين حتى في أصعب الأوقات. حدث في مثل هذا اليوم سنة 808 تأسيس مدينة فاس على يد إدريس الثاني لتكون أول عاصمة إسلامية في المغرب الأقصى. هل تعلم أن القلب يدق بمعدل 100,000 مرة في اليوم؟ من يعرف باب الأمل لا يعرف كلمة مستحيل. أخيرا وليس آخرا، شكرا لكم على حسن استماعكم، وجعلنا الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والله وليكم التوفيق وشكرا.